كنا في الصحراء نقوم بتصوير وثائقي عن المها العربي، وكان سمو الشيخ محمد بن زايد حاضرا معنا. قام بشيئين وللآن أتحدث عنهم وأقول أنني تعلمت منه درسا لن أنساه أبدا. كان المها العربي يخرج من الشبك وتخرج الأم أولا ويلحقها المها الصغير لأول مرة، إطلاق مها عربي منذ أكثر من 35 سنة في صحراء الإمارات. فكان حدث جلل، يعني كلنا ننتظره، نتيجة غرس سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه نراه أمامنا، وإذا بالصغير لا يستطيع أن يقف من الخوف. الأم رحلت والصغير بقي على الأرض. نزل إليه سمو الشيخ محمد بن زايد واحتضنه وظل معه 45 دقيقة تقريبا إلى أن وقف على رجليه وذهب خلف أمه. هذه اللحظة كانت مؤثرة جدا في حياتي، أن يضيع من وقته الثمين هذا الوقت ليرى حيوان يقف على رجليه ليذهب خلف أمه. أي إنسانية تلك؟